كانجا شو بكي؟ ليش هيك عم تقولي؟ الحكيم متعلم، ما فيك تغلبيه. اللي عم تحكيه غلط، انا عم حاول ساعدك. انا مو بحاجة لمساعدة من حدا. يعني اذا حدا من اللي موجودين هون عم يسمعنا وساعد الحكيم، كنتوا رح تطلعوه من المنافسة ورح تلغوه من اساسها، مو هيك؟ جاوبني، مو هيك رح يصير؟ غلطانة شي؟ لكن قولولي، ليش عم تتصرفوا هيك وما عم تصدقوني؟ انا عم قلكن اني ما بعرفوا لهذا الولد ابدا. اوعي تكذبي قدامنا، عم تفهمي؟ نحن منعرف ليش انت هون. انت بدك تحيي الذكرى السنوية لجده لهالولد، مع هيك عم تقولي ما بتعرفي. يكون بعلمك انا ما بكذب، انا ما عم اعمل شي مشانه هو، عم اعمل هيك كرمال ستي لتحيي الذكرى السنوية لوفاة زوجها، ومشان هالصبي فهو ما نور رفيقي ولا بعرفه حتى، لا بندرس بنفس المدرسة ولا بيعني لي شي، فكيف رفيقي؟ ليش عم تقولي هيك يا غانغا؟ بس لأني ما قبلت سميكي رفيقتي من قبل، جاية هلأ بدك تنتقمي مني بهالطريقة؟ قدام كل الناس؟ يلي عم بيصير كله غلط بغلط، لازم تسمعيني. قولي للبنت تخسر وهيك بيفوز ابني، وإلا رح يتعاقب. ساعدي ابني بترجاكي، ساعدي ابني، مالي غيرك حتى يساعدني. قرروا انه اللي بيخسر بالمسابقة رح يتعاقب، وهذا الشي مو مقبول ابدا، لازم توقفي كل شي عم بيصير. بترجاكي تساعديني لحتى نوقف كل شي، لازم نعمل شي لحتى نوقف هالمسابقة. ما بعرف شو لازم نعمل، بترجاكي تساعديني. بعتذر منك يا اختي، أنا ما بقدر ساعدك أساساً، ما بيطلع بإيدي شي، خلينا نمشي. اسمعيني شوي، بترجاكي لازم نعمل شي، اسمعيني، ساعديني لنوقف هالمسابقة. انتي مرة مثقفة وفهمانة وبتعرفي انه اللي عم بيصير ما له صح وما له داعي، بترجاكي ساعديني، لازم نعمل شي لنوقف هالمسابقة. إذا ما ساعدتيني ما رح أقدر أعمل شي لحالي، بترجاكي ساعديني. شو رح أعمل هلأ؟ إذا ربحت غانغا المنافسة، ابن الأهل مسكينة رح يتبهدل ويتعاقب كمان. أنا حاسة إنه غانغا ما رح تخسر، بس إذا خسرت اليوم هالصبي ما رح يتعاقب، بس غانغا اللي رح تتعاقب. شو صار؟ في شي؟ في عطل؟ شو صاير؟ ليش وقفت؟ يا ستنا السيارة فيها عطل صغير وبدي شوية وقت لحله. أنت مو واجبك تدير بالك على السيارة؟ ليش ما شقيت عليها؟ ما بتتعلموا؟ شو هاد يا؟ على هالحالة رح نتأخر، ما كان ناقصني إلا هالوقفة المزعجة بنص الطريق. إيه؟ هي مو سودها؟ 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 أختي؟ يعني أنا هلأ بفهم منكم إنكم صدقتوا هدول الكلمتين يلي حكاهن هذا الولد، يعني بصير هيك؟ أنا صار لي من الصبح عم أحكي وما حدا منكم عم يصدقني. على فكرة غلط تاخذوا قرار مثل هاد، إنتوا ما إلكم حق تعملوا فيني هيك. هاي البنت كتير ذكية، عم تتفوق علي، لازم وقفها عند حدا وإلا رح نتبهدل كلياتنا. طيب إذا كان هالولد ما نور فيه لغانغا وما كانوا بيعرفوا بعض وما في أي شيء بيربطهم، فرح نرتكب غلط إذا استبعدنا غانغا من المنافسة، وهذا الشيء أنا بعده ظلم. تعال. أنا
اجيت لهون بس كرمالك انت، ومع هيك قلتي انك ما بتعرفيني؟ جانجا اتركوني. طيب حضرات الحكماء، جانجا سمعتنا المثال اللي طلبناه منها وعطتنا الجواب الصحيح، مشان هيك نحنا رح نعطيها فرصة مشان تنتقل للمرحلة الثانية. بدك يانا نخلي جانجا تخسر؟ انت بتعرفي اذا هي بتخسر؟ بترجاكم اسمعوني شوي، انا بعرف كل شيء، وما في قدامنا غير حل واحد، ولازم تعملوا يلي بقلكن عليه. موافقين؟ الجولة الاولى من المنافسة انتهت وجانجا اثبتت جدارتها، وهلأ رح ننتقل للجولة الثانية. بهي الجولة رح نختبر القوة الذهنية للمتسابقين. بترجاك ساقر سامحني، بعرف اني ضايقتك وجرحت مشاعرك بس غصب عني، لو ما قلت هالحكي للحكم كانوا طالعوني من المسابقة. انا اجيت لهم بس لاني وعدت لستي، قلت لها رح ساعدها تحيي سنوية وفاة زوجها، لازم اوفي بوعدي إلا بأي طريقة، بس اربح وارجع عالبيت رح صالحك دغري ورح نرجع رفقات مرة تانية، بس بترجاك ما تزعل مني وتسامحني. صار فينا نبلش مو؟ وهلأ بدي منكن كل واحد يوقف على الخشبة وبدون أي مساعدة، والمشترك يلي رح يوقف عليها لأطول مدة رح يكون الرابح بهي الجولة. هاي المهمة كتير صعبة، مين بيقدر يوقف عليها بدون مساعدة؟ هذا الموضوع كتير سهل علي. انتبهي، بنتي رح توقعي عنا، انزلي بلا ما يصير لك شيء. شو جانجا؟ قولي في شي؟ بدي احكي معك بشغلة، يعني ليش نحن بهالوقت منحتفل؟ ما عم بفهم. الأطفال بعمركم بحاجة لاحتفال أو مسابقة لحتى يغيروا الجو ويعملوا أي شي جديد غير الدراسة، بس هذا الشي ما بيكون للترفيه وبس، هو شي مفيد، وهي الاحتفالات فيها فعاليات اللي بتقوي مواهب الأطفال، وهذا الشي بيخليهم يعملوا كل جهدهم ليتميزوا بين رفقاتهم. هي البنت واقفة على الخشبة بثبات وقوة،
ما عم تتحرك ابدا، بس كيف؟ لساتها ثابتة وما عم تتحرك. شكلها كثير شاطرة. جد شاطرة. بتقدري تنزلي يا بنتي. هذا ما كان اختبار قوة بدنية، بالعكس هو اختبار قوة عقلية، والطفلة غانغا ربحت الجولة. كل الفضل لعمو، أنا ربحت بسببه. أنا دقيقة وراجع. هذا الحكيم بجهله رح يخرب لي حياتي. كيف ما كنت شايف هالجهل اللي عنده؟ بس أنا ليش خايف وقلقان كل هالقد؟ حتى إذا خسر قدام هاي البنت اليوم أنا بضل ربحان لو شو ما صار. حكيمنا عم يخسر وحضرتك هون عم تبتسم؟ مانك قلقان من هالموضوع؟ ما في سبب لنقلق. شكلك نسيان، ما بتتذكر أنا شو قلت؟ يعني لو فازت هديك البنت رح استغل القصة لمصلحتي، والدخل رح يزيد معنا أضعاف مضاعفة، وحسابي رح يكبر وقتها كتير. بدي اياك تضل عم تراقب امه ليل نهار، لما يعرفوا انه الحكيم تبعهم خسر والبنت فازت رح نقلن نحن بحاجة مساعدتكن اكتر من قبل، ووقت رح يعطونا مصاري اكتر بكتير. خبرني هلأ مين رح يكون مستفيد؟ هذا الدار بس هو المستفيد الوحيد من اللي رح يصير للحكيم. أنا شو بدي أكتر من هيك؟ هذا الدار ملكي أنا لوحدي، والناس رح تجي لعندي بسبب حبه. ما في داعي للخوف، نحن ما بيصير علينا شيء، بالعكس أمورنا رح تكون بخير وعال العال. بس شو رح يصير للحكيم؟ ما بيهمك أمره؟ هذا الحكيم ما بيهمني أمره أبداً، اللي بيهمني إنه نجمع مصاري أكتر من قبل. شفت يا أخي؟ شكله الحكيم رح يخسر اليوم، وإذا خسر معناها الدار لازمة تبرعات ومصاري أكتر، كرمال الحكماء يقدروا يجيبوا كتب ويتعلموا أكتر من قبل. سمعت شو قال؟ هلأ رح تعرف بنفسك إذا كان كلامي صح ولا غلط. يعني إذا حدا من اللي موجودين هون عم يسمعنا وساعد الحكيم كنتوا رح تطلعوه من المنافسة ورح ترغوه من أساسه، مو هيك؟ ماشي غانغا، أنا جبت لك هاي الأسئلة بس مشان ساعدك. أنا كنت بفكرك رفيقتي المقربة بس طلعتي مو رفيقتي، ومشان هالصبي فهو ما نور رفيقي ولا بعرفه حتى، لا بندرس بنفس المدرسة ولا بيعني لي شي، فكيف رفيقي؟ أنا اللي كنت عم حاول ساعدك بأي طريقة، وأنت كل همك تنتقمي مني. إذا ما بدك مساعدتي أنت حرة، أنت ما عاد تهميني أبداً، ولا بهمني ربحتي أو خسرتي، أصلاً ما عاد فكر فيكي. بس مين اللي ربح المرحلة؟ يا ترى غانغا جاوبت صح ولا خسرت فيها؟ طيب رح روح شوف.
بس لا، ما لازم روح. أصلاً حتى لو ربحت ما بيهمني. كل يلي لازم أعمله هلأ إني روح عالدار وخلي جانجا تخسر. ستي إجيت لهون مشان تخلي جانجا تخسر؟ شو رح يصير هلأ؟ إذا خسرت المنافسة اليوم رح تنبسط ستي. ما رح أسمح لستي تخسر جانجا. ما بهم إذا اعتبرتني رفيقة أو لا، أنا ما فيني أتخلى عنها. لازم أوقف ستي بأي طريقة. ستي، ستي وقفي. ساجار، شو عم تعمل عندك؟ هيك لكان خدعت كل يلي بالبيت وإجيت كسرت كلمتي بس كرمال تساعدها. بعد عن طريقي. لا ستي، ما فيني اسمح لك تفوتي. انتي ما بدك اياها لجانجا تربح، لانه اذا ربحت رح ترجع على البيت. لهيك انتي بدك اياها تخسر، مو هيك؟ مو فاضيه لجنانك، بعد عن طريقي. لا ستي، ما فيكي تفوتي بنوب. لا تختبر صبري يا ولد، بعد عن طريقي احسن ما اضربك. لا تخليني مد ايدي عليك هلا. فيكي تضربيني، ما عندي مشكله بنوب، بس بترجاكي تسمعيني شوي. لازم تربح جانجا باي طريقه. حفيدك ساجار عم يضل يدافع عن جانجا حتى لو ضدك. قديش صداقتهم قوية يا خالتي، صداقتهم قوية كتير. عم تقول ستك سيئة؟ ايه سيئة، ولازم تنتبه منيح ما تغلط معي ابدا، لانه الناس السيئين هنن يلي بيغلطوا. ماشي، بعد بعد لشوف. ترجاكي ستي، بعد لا تعمل هيك بجانجا. ستي شو بدي ساوي؟ عملت جهدي بس ما قدرت امنع ستي. لسه في كتير اغراض ما جبتها، بس ما بقي معي مصاري، شو ساوي؟ مكتب الاستاذ قريب من هون كتير، فيي روح اخذ مصاري منه. بس ما بيصير، اذا رحت هلا وكان عنده شغل رح يعصب علي ويخانقني. بس لازم جيبهم كلهم، رح روح لعند ستنا واخذ منها. ايه باركة هون، شو عم تعمل يا ترى؟ لازم روح واسألها. بلاقي هون، ما هي؟ ايه طبعا. ماشي، يسلم. ليش ما ليش مو انت تطلع قدامك؟ ايه وين اختفت باركة يا ترى؟ ليش اقترحتي هي الفكرة عليها؟ فكرت انه رح توفر على حالها وقت، بعدين يرجع هنيك رح يكون احسن. شو بعرفك شو الاحسن؟ ما فكرتي انه ممكن نفهم غلط؟ شو رح يفكروا اهلك؟ شو رح يقولوا عني وعنك بعد اللي قلتي لي اياه؟ قديش نحن سيئين حتى تركناها تسكن بفندق وما تركناها تعيش معنا؟ هن وثقوا فينا وبعتوا باركة حتى تعيش معنا، ونحن خلنا هالثقة بدون تردد. ما عم صدق اللي سويتيه. كنت عم فكر بمصلحة باركة، لهيك قلت لها هالشي، وبعدين قلت انه بيتنا بعيد عن الجامعة وعم تتعذب بالروحة. هيك رح تشوهي اسم العيلة بتصرفاتك اللي ما فيها مسؤولية ابدا. أنا ما بالإذن. الناس رح يقولوا عنا سيئين لدرجة إنه ما منهتم بقرايبيننا. ليه عم تصرخ على مادفي بهي الطريقة؟ هاي مشكلتي أنا مو مشكلتها هي. ما كان لازم خبرك بخصوص قصة السكن من الأصل. يكون بمعلومك ما بسمح لك تحكي معها بهي الطريقة. ماشي، أنا كتير آسفة حبيبتي، حقك علي، اضطريتي تسمعي كل هالحكي بسببي. يلا خلينا ننسى يلي صار من شوي، وحضري لي شي آكله بإيديك الحلوين. تعرفي شو؟ طول نهاري بالجامعة وما حطيت ولا لقمة بتمي. أنت كنتي بالجامعة؟ شو كذابة؟ أنت كنتي نواحي مكتب الأستاذ، بس ليش عم تكذبي عليها؟
شو بدك تضلي زعلانة من كلام سهري ما هيك؟ مو مشكلة، بس يرجع المسا وقتها بتفاجئيه بسهرة وجو ظريف، وساعتها شوفي كيف رح ينسى ويتغير مزاجه فورا. على كل حال أنا بعتذر منك كتير. سكري على هالموضوع باركة، بعدين ما في داعي تعتذري مني. أنا رح أروح أغير تيابي وأرجع، وبعد شوي يا مادفي العزيزة رح أقلك شو لازم تعملي لتغيري مزاج سهري، ومن بعدها أكيد رح تدعيلي. مدى؟ لا خلص بلا ما أخبرها، رح أستنى لحتى تجي ستنا وبحكي لها كل شي. رح خبرها كيف باركة عم تكذب على المدام وعم تستغلها. وقتها رح نتسلى كتير. وهلأ بعد الاستراحة رح نستمر بالمنافسة، وصلنا للمرحلة الأخيرة. رح نطرح عليكم سؤال، واللي رح يجاوب عليه قبل التاني هو بياخد العلامة. بس تذكروا شغلة، بهاي المرحلة ما رح يكون عندكم وقت كتير لتفكروا بالجواب. المتسابق اللي بيرن الجرس بعد ما أسأل السؤال رح ياخد الفرصة ليجاوب على السؤال، وإذا كان جوابه غلط بيخسر وبيتحول السؤال للمتسابق التاني. هالمرحلة ما فيها أي تهاون، بتجاوب أنت اللي بتربح. بتعرف شو صار مع أمو للحكيم؟ رجعت لعنا مرة تانية وفي مين عم يعتني فيها، وهلأ هي محبوسة عنا. بس لهلأ ما قلت لي حضرتك بشو عم تفكر؟ أنا لقيت الطريقة اللي رح تفيدنا، ما عندي أي سبب بيخليني أقلق أو أتوتر. إذا الحكيم ربح المنافسة بيكون منيح، وإذا خسر وقتها بيكون أحسن بكتير. اسم هالمكان رح ينشهر ويصير على كل لسان، مشان هيك سواء فاز الحكيم أو حتى خسر ما بيهمني هذا الموضوع أبدا. لك شو جابها هلأ؟ روح روح شوف لي شو القصة فورا. بابا ساقار؟ ابني وينك انت؟ بابا اهدى وخليني افهم عليك شو عم تحكي. بعدين ليش عم تبكي؟ شو اللي صاير معك؟ حبيبي عم اسألك جاوبني. ساقار احكي ليش عم تبكي؟ بابا تعا بترجاك لازم تجي بسرعة. ابني اهدى واسمعني شوي. اول شي حاش تبكي وخبرني شو القصة بالتفصيل. شو اللي صار احكي لي. بابا ساعد جانجا بترجاك. ستي ما رح تخليها تربح المنافسة، وإذا خسرت تعرف شو بيصير، رح يعاقبوها أكيد. بترجاك بابا تعب بترجاك. السؤال التالي، الدوران حول العالم قديش بيتطلب وقت منا؟ وقت كتير طويل، بيتطلب دقيقة واحدة بس. لأنه أبي هو كل العالم بالنسبة لي، وعادة باخد دقيقة واحدة بس لحتى دور حوالين لما نلعب. جوابه صحيح 100%، لأنه ما في بحياتنا أعظم من الأب. جواب جانجا صحيح،
والسؤال هلأ شو أسرع شغلة بالعالم؟ الريح، الريح هي الأسرع، ما في شيء ممكن يسبقها. الأفكار هي أسرع شيء بالكون، والأفكار أسرع من الريح بكتير. جانجا ربحت، جوابها هو الصح. ما بعرف شو لازم نعمل، بترجاكي تساعديني. قولي للبنت تخسر وهيك بيفوز ابني، وإلا رح يتعاقب. ساعدي ابني، مالي غيرك حدا يساعدني. لا، ما رح اسمح لك تستمري بهالمنافسة ولا رح تربحي حتى. إذا ما قدرتي توفي بوعدك بحياتك ما رح تفوتي عبيتي، لهيك هي رح تكون فرصتك الوحيدة وما إلك غيرها. أنا فهمانة عليك منيح وبعرف ليش هيك عم تعملي. أنت ما بدك يعني أربح، لأنه إذا ربحت رح أرجع على بيتك. مزبوط، بدي تخسري هالمنافسة جانجا، لأنه إذا ربحتي رح أضطر أقبل أنه ترجعي على البيت، وهذا الشي ما رح أرضى فيه أبداً. اسمحيني، رح أقلك كلمتين. حتى لو ربحتي ما رح تستفيدي شي، بس إذا الحكيم خسر المنافسة هالشي رح يدمر له مستقبله كله. بتعرفي شو يعني هالحكي؟ أكيد أنتي ما بتعرفي. أمو للحكيم إجت لعندي وكانت عم تبكي وترجتني لحتى وقف كل هذا الشي جانجا. لازم تسمعي كلمتي وتوقفي كل هالشي جانجا، لأنه ما رح تستفيدي من الفوز. ما رح خليك تربحي بنوب، لازم تنسحبي. بس يا ستي إذا انسحبت رح أخسر، فكيف بدي أوفي بوعدي إليك؟ لك أنت متفهمي يعني؟ ما استوعبتي اللي قلت لك؟ يا انسحبي من هالمنافسة، انسحبي، وقفيها واعتبريها ما كانت. يا ترى ليش بدك هنجا تخسر؟ شو غايتها؟ إذا انسحبت من هالمنافسة هلأ رح تخسر، وقت ما رح تكمل خطتي أبداً. هاي المهزلة لازم توقف، ما عاد مسموح لحدا يتدخل، وهاي المنافسة رح تستمر للآخر. سيادة الضابط خلي بقلبك رحمة، اسمع لي، بدنا نقول لك يا ولاد طنشنا، الموضوع كتير مهم، لازم توقف اللي عم بيصير. ساعدنا قبل ما توقع المصيبة، إذا تدخلت بتقدر تحل القصة. ليش عم ترفض؟ كل دقيقة عم بتمر عم تقرب هالبنت من العقاب. بترجاك تساعدنا، لازم توقفي اللي عم يصير بسرعة. قلتلك وبرجع بعدلك، هاي القصة إلها علاقة بالحكمة وأنا ما فيني أتدخل فيها أبدا. حضرة الضابط هاي القصة مهمة كتير بالنسبة إلنا، أنت الوحيد اللي بتقدر تحلها، لو سمحت فهمنا. آسف، إذا تعاطفت معكم وتدخلت بهيك قصة رح أخسر وظيفتي، ما بقدر ساعدكم. يلا خلينا نمشي. حضرة الضابط أنت الوحيد اللي بتقدر تساعدنا، هاي الطفلة بحاجتنا، بترجاك لا تردنا خايبين. أنت بتمثل القانون، من واجبك إنك تحمي الناس، كلامي صح؟ ومع هيك ما عندك استعداد تحمي البنت اللي هلأ هي بحاجتك بس لأنه ما بدك تتدخل. إذا ما بدك تعمل واجبك وتحمي الناس من الظلم اللي عم بيصير بحقهم، ليش لابس بدلة الشرطة؟ أقول لو سمحتي ما في داعي تعلميني شغلي، أنا بعرف شغلي منيح وبعرف شو لازم أعمل، بعدي عن طريقي. يلا يا ابني خلينا نروح. والعمل هلأ شو رح يصير بجانجا؟ أنا خايفة يصير لشي وما عاد في وقت، كيف رح تنحل القصة؟ خذوها لبرا فورا. انسحبي، امشي جانجا، انسحبي، لا تكفي. اركوني استني، لا روحي، ما فيك تتركي المنافسة بهاي الطريقة، تعالي وقعدي مكانك. لا، اعملي اللي قلت لك عليه، جانجا انسحبي، انت لازم تخسري، لا تجاوبي على الأسئلة، اسمعيني بس هالمرة، فهمي اللي قلت لك عليه ولا تجاوبي جانجا. خلونا نكمل هالمنافسة، كان لازم يفكروا بعواقبها قبل ما يقرروا يشاركوا فيها. نحن ما جبرنا حد على شيء، هن اجوا لعنا.
تفضل اسأل المنافسين. طيب السؤال الأخير، شو نوع الزهرة اللي بنستخدمها عادة بكل احتفال؟ وكم زهرة بنستخدم؟ ما عندي أي فكرة عن هذا السؤال. شو رح يصير هلأ؟ مهري وينك تعي لعندي؟ مين قالك تحطي 6 زهرات بكل طوق؟ لازم يكونوا 5 زهرات بكل طوق، نحن هيك منعمل، هيك عاداتنا. جانجا ما فيك تجاوبي على هذا السؤال، انت عم تفهمي علي شو عم قول؟ ها؟ ليش؟ ليش ما بدك جانجا تجاوب على السؤال؟ ليش بدك اياها تخسر؟ مشان ما ترجع على البيت يعني؟ شو هالمصيبة يلي وقعت فيها؟ خيارين أصعب من بعض. من جهة عنا الأم المسكينة يلي بكت كتير وترجتني ساعدها، ومن جهة تانية في جانجا. صحيح أنا ما بحبها أبداً وكل شي بتقوله بيعصبني كتير، بس كلام ساجار مزبوط، مزبوط كتير. جانجا تحملت مسؤولية البيت كله لوحدها، وأنا ما فيني أتركها تخسر. شو هالامتحان اللي عم أمرق فيه؟ إيدي مربطة، أعصابي تلفت، أنا كتير محتارة. ساعدني يا رب. انتي بتعرفي الجواب، لا تصفني. يلا رني الجرس واعطيهم الجواب. يلا جانجا. لا ما تحكي ولا كلمه جانجا، اصحك ترني الجرس. يلا رني الجرس اعطيهم الجواب فورا. لا تردي على كلامه، عم تفهمي؟ لا تجاوبي. انا متاكده انك تعرفي الجواب. يلا لا. جاوبي. ما رح تجاوب على هذا السؤال. اذا ما جاوبتي رح تخسري. خلص ما اسكت. يلا جانجا شو عم تستني؟ جاوبي واربحي. ساكار اسكت، لا تسمعي كلامه أبداً. عملي اللي قلتلك عليه. أنا قلتلك لا تجاوبي على شيء، معناتها ما بتجاوبي. شوفي جانجا، أنت صغيرة وما بتعرفي شو هو الصح. الصح أنك تخسري جانجا. عملي اللي بقلك عليه، مفهوم؟ لا تجاوبي أبداً. أنا كتير محتارة، يا ترى لازم أخسر ولا ستي عم تقول هيك لأنه ما بدها يعني أرجع على البيت؟ يا حضرة الحكم، حضرة الحكيم، بتمنى منك تعطينا جواب. رح عيد السؤال مرة تانية، شو نوع الزهرة اللي بنستخدمها عادة بكل احتفال؟ ما بعرف الجواب. انت بتعرفي شو الجواب، ما هيك؟ معناتها ليش ما عم تحكي شيء؟ احكي ولا تردي على كلام هالمرة. لا تجاوبي، لا تجاوبي، بترجاكي. ما بعرف شو رح يصير إذا جاوبتي. أوعك تحكي. يلا جانجا جاوبي بقى. إذا قلتي الجواب الصحيح وربحتي، رح يتعاقب هذا الشاب ورح يتقلع من هون ويخسر مستقبله كله ورح تحسي بالذنب. شو أعمل هلأ مشان تصدقيني إنه كل حكي صح؟ شو ساوي؟ ها؟ يمكن لو شافت أمه للحكيم وقهرة رح تصدقني دغري. أنا ما عم أفهم، الاثنين ما عم يجاوبوا ولا عم يحكوا شي. وأنا ما فهمت، ليش عم تحاول تمنعه؟ يلا بقى أعطيوني الجواب، شو عم تستني؟ إذا فعلا بدك تربحي لازم تحكي. ما عم أفهم على هذا الزلمة، إذا هو مع الحكيم ليش بده يعني يربح؟ إذا ربح رح يصير هالمكان مشهور. معناتها أنت ليش بدك يعني إربح؟ ليش مصر نكفي المنافسة وبدك يعني جاوب؟ يعني بدك الحكيم يخسر المسابقة ويتعاقب؟ شو هالحكي؟ مو معقول. شو قول؟ أنت بدك إنه الحكيم يخسر المسابقة ويتعاقب يعني؟ أمه للحكيم ترجتني لحتى وقف كل هذا الشيء. لازم تسمعي كلمتي وتوقفي كل هالشيء جانجا، لأنه ما رح تستفيدي من الفوز. إذا بتعرفي الجواب قولي يا بنتي. شو اللي عم تستنيه؟ يلا قولي.
ليش عملتي بحالك هيك؟ إذا أنا ربحت أنت رح تتعاقبي. أنا بعطيكم الجواب لهذا السؤال. سيادة الضابط أنا بترجاك لا تعمل فينا هيك، تعال معنا ساعدنا، في بنت صغيرة بحاجتك، ما في حدا غيرك بيقدر يساعدها، خلي بقلبك رحمة، تعال معنا وساعدها. بترجاك يا حضرة الضابط، انت الوحيدة اللي فيك تحط حد للظلم يلي عم يصير، تعال معنا بترجاك. حاجة تضغطوا علي إذا بتريدوا، ما عم تفهموا أبداً شو صعوبة التدخل بأمور من هذا النوع. الغلط بضل غلط يا سيادة الضابط. حتى لو مين ما كان عم يعملوا لهذا الغلط، في تلاعب مشاعر الناس البسيطين لازم يتوقف، عم يستغلوهم مشان مصالحهم الخاصة، وانت من واجبك هلا تحط حد وتوقفهم فورا، وإلا حتتحمل مسؤولية اللي عم بيصير. بس انت بتعرف اذا تدخلت بخسر وظيفتي لانه مو من صلاحياتي. قلت لك انه الغلط بضل غلط، في ناس عم تستغل نفوذها بامور سيئة، وفي طفلة صغيرة وبريئة ورطوها بقصة مثل هي. القصة ما بدها كل هذا التفكير. شكراً أستاذ نيرجا، أنت أجيت بالوقت المناسب، الوقت عم بيمرق، اقنعه يجي معنا على الدار، أمك لحالها مع جانجا وما رح تقدر توقف المنافسة، ممكن تخسر البنت. أمي بتعرف باللي عم بيصير؟ إيه. كيف بيكون في هيك مشكلة وما بتحكي معي وبتخبرني؟ أمك هي اللي بعتتنا لهون وقالت لنا نجيب الشرطة، وهي بهذا الوقت رح تحاول توقف المنافسة. شو هالموقف اللي عم تحط حالها فيه؟ هي بتعرف إنه جانجا مو بأمان هلأ، ومع هيك ما خبرتني. إذا بتريد لازم نمشي، أنا رح أجي معكم كمان، ما تشغلوا بالكم، رح رجع جانجا معي. يلا سيادة الضابط يا ستعجل. ابني ناديلي لهدول الاثنين، ناديلهم. يا شباب يلا امشي. جانجا حبيبتي لا تخافي، نحن كلنا معك، بس تحملي بترجاكي، عمك رح يساعدك. امو للحكيم لازم تكون قريبة من هون، هي بتقدر تقنع جانجا، بس وين بدي لاقيها؟ ما في وقت. تعالوا يا جماعة تعالوا بسرعة، جانجا ما جاوبت على آخر سؤال، تعالوا بسرعة. ما عم صدق يلي عم اسمعه أبدا، هذا بيعني إنه خسرت. هالبنت سمعت كلامي، كانت بتعرف الجواب ومع هيك ما حكت، سمعت كلامي. لا لا لا، ما رح أتركها لحالها أبدا، لا أنا لازم أعمل شيء، لازم أحميها. كلياتكم شفتوا اللي صار، هاي البنت خسرت وحكيم المثقف هو اللي ربح، أنا كنت بعرف من الأول ومتأكد كمان إن ما رح تقدر تتغلب على حكيمنا، بالنهاية هو حكيمنا المثقف وهي طفلة صغيرة ما بتعرف شيء. وهلأ أنتوا أشخاص محظوظين كتير لأنكم كنتوا حضور لهالمسابقة المهمة، وهلأ هاي البنت لازم تتعاقب بعد ما خسرت بالمسابقة قدام حكيمنا الذكي والفهمان. استعجوا شوي، نحن حذرناها لجانجا وطلبنا منها كتير إنها تنسحب من المسابقة، بس هي أصرت تكفي المسابقة للأخير. تعالوا قربوا لعندي، لازم تتبرعوا كتير.
لنكفي تعليم حكمائنا وتثقيفهم. شو هاد اللي عم بيصير؟ هذا المحتال عم يحاول يعمل ثروة من وراء قصة المسابقة. هذا الرجال منافق عم يستغل الناس. حبيبتي يا جانجا، شو بدي أعمل؟ لا تعملوا هيك ستي. هاي البنت خسرت المسابقة وبس، انت مو من حقك تعاقبها، وأصلاً عم تستغل الناس لتجمع مصاري. بترجاكم وقفوا هاي المسخرة بقى. وينك لهلأ سودا؟ شو صار معك؟ ليش لهلأ ما اجت الشرطة؟ إذا ما اجت الشرطة هالبنت رح تتعاقب. أنا مستحيل اسمح بهالشي. يلا أسرع أسرع. قدام عيونكم كلياتكم هاي البنت جانجا رح تتعاقب لأنها خسرت.